السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو ياسر معرض قوة نباتات الزينة الداخلية والخارجية. النهاردة بعمل لكم فيديو على أحب النبات إلى قلبي، وخصوصا النبات ده هو اللي حببني في عالم الزراعة، هو اللي دخلني مجال الزراعة. نبات الكاليوس أو السجاد. بتميز نبات السجاد بأوراقه الجميلة، تحس فعلا ان هي حاجة زي السجاد كده، حاجة ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا جدا. النوع ده فعلا هو اللي حببني في عالم الزراعة ودخلني فعلا في عالم الزراعة، والسجاد ده خلاني ابحث على الاصناف بتاعته. هو موسوعة نبات السجاد او الوان نبات السجاد 200 لون، وكل لون احلى من اللون اللي قبله، يعني كل لون عن اللون اللي قبله حاجة ما شاء الله في الخيال فعلا فعلا فعلا. نبات السجاد ده خلاني ألف عليه مصر كلها لما جمعت منه 20 لون، 20 لون من موسوعة 200 لون. تمام، ده لون منه، ده برضك لون تاني من نبات السجاد زي ما حضراتكم شايفين اوراقه الجميله. وده لون ثاني او ثالث، وده كمان لون، نبات السجاد ما بيحبش السقعه. بس السجاد ما يحبش الساعة يا جماعة، عشان بيجي في الشتاء ويجي يدبل منك، فأنت تحافظ عليه تحطه في حتة يوصلها شمس برضك، بس ما يكونش فيها هواء شديد أو ساعة على أساس ما يأثرش على النبات ده بالذات. تمام، وده لون تاني برضه، اللون ده حاجة جميلة برضه. ويتكاثر نبات السجاد عن طريقين، طريق العقلة الطرفية والبذور. دي البذور يا جماعة، الشمروخ ده عامل زي شمروخ الريحان، ده عامل زي شمروخ الريحان، ده بيكبر زي شمروخ الريحان، ده شمروخ الريحان اهو، بيوصل زي كده بالظبط، ده شمروخ الريحان زيه بالظبط اهو اهو. بس يتميز بذور الريحان ان هي كبيره وقويه. اوريكم بره لو في حاجه ناشفه في بذور الريحان. بذور الريحان باينه في الكاميرا اهي، لا السودة دي. اما بذور الكاليوس فهي اقل من كده 10 مرات، فعشان تزرعها وتطلع معاك 100% لازم بوتموس، تربة خفيفة عشان تنجح معاك. وزرعتها انا بالبوتموس ما شاء الله طلعت لي الوان مختلفة، ما بتطلعش نفس لون الام، بتطلع لك لون مختلفة. لو انت عندك شوية دي بتسيب الشمروخ يكبر زي الريحان كده، ولازم ينشف خالص وتاخده وتفركه، وبعدين تزرعه بتربة بوتنوس على اساس ان هو ايه ينجح معاك 100% البذور تطلع معاك. خلاف كده زرعتها في رملة في طينة في اي تربة خلاف البوتنوس مش هتنجح معاك 100%، عشان انا جربتها سواء دي وما نجحتش معايا الا في البوتنوس. بعدين بناخد بقى عقلة طرفية، عقلة طرفية زي كده يا جماعة، عقلة طرفية زي كده معايا، هجيب لكم عقلة بس من نبات تكون ايه شادت حلو شوية، خليكم معايا. ادي يا جماعة انا جبت عقلة طولها 10 سنتي اهي، وزرعتها ما شاء الله سريعة، مدة التجديد بتاعتها اسبوعين بالظبط، وتلاقي النبات ما شاء الله اشتغل معاك، يشتغل معاك اكتر، بيحب الحاجة الاوسع ويحب الحرارة، حامل درجات الحرارة
كل ما درجة الحرارة الشمس بس 4 5 ساعات بتلاقي الألوان الأوراق بتختلف وبتتلون مع درجات الشمس. ده لون تاني بره زي ما حضراتكم شايفين، تحس ان كل ورقة بلون. دي يا جماعة بتبقى من تأثير الرطوبة او درجات الحرارة على النبات. اهي من احب النباتات على قلب الصراحة، ومش انا لوحدي بس، ناس كتيرة بتحب النبات السجاد ده. ما شاء الله حاجة من الجميلة ما شاء الله. وادي مجموعة يا جماعة انا كنت زارعها، من سماد وسماد NPK استروجين فوسفور بوتاسيوم لنمو اوراقي زي ما حضراتكم شايفين. وخلوا بالكم في دودة بتصيب النبات بتاكل في الاوراق زي كده، الدودة دي بتاكل من تحت، بتاكل من تحت، دودة رفيعة جدا يا جماعة خلوا بالكم منها، بتلاقيها بتاكل الاوراق من تحت وتلاقي الورقة اتخرمت كده زي ما حضراتكم شايفين، تلاقي الورقة متاكلة كده، دي بتقلبوا الاوراق وتدورها على الدودة دي بالذات وتموتوها عشان دي بتاكل في الاوراق كلها. تمام، دي الحشرة اللي بتسيب الدودة دي اللي بتصيب النبات السجاد، وتحافظ عليها عن طريق ما تعرضوش للرطوبة على اساس ما يحبش الرطوبة، بيسقع ويدبل وتحس انه. والحشرة اللي بتسيبه اكتر البق الدقيقي، والبق الدقيقي ده تجيب له مبيد فطري وترش بيه على اساس ان انت تحافظ على السجاد والتنين متواصل معاك. وياريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلك كل من جديد من عالم زراعة ازرع بايدك. مع تحياتي ابو اسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.